الريزلتس اكشوالي دي فروت، دي اهم حاجه، دي اللي هتقعد لو انت باحث دكتوراه هتقعد سنتين عشان تطلعها، تطلع 5 ارقام او 6 ارقام، لو انت ماجستير هتقعد 6 شهور على الاقل تعمل كده، لو انت قررت تعمل في الاكاديميا this what your life is about you celebrate you might get results you celebrate when it's are making sense لان ساعات الريزلتس doesn't make any sense. طب الريزلتس السكشن ده اللي انت هتلاقي فيه الانسر نيوميريكال انسر للسؤال بتاعك، هل الدواء ده effective ولا لا؟ هيقول لك اه هو effective وبيحسن العيان بنسبه 50% او بيحسن العيان بواحد واثنين من عشره على سكيل من 10. اوكي؟ وهو هنا بيزيكلي المكان اللي عاده لو انت ريدر مستعجل هتروح للبيربوس، هتنزل تاني حاجه للمسج كده تبص سريع السريع، لكن تروح للريزلتس تبص ان ديتيل. لما تبص للريزلتس مش تقرا تكست بس، لا تقرا تكست وجراف وتيبلز. اوكي؟ واكشلي كنت بتكلم مع حد من زملائي امبارح فكان بيقول شوفي زمان احنا واحنا صغيرين كنا نقرا دايما التكست، دلوقتي احنا ما بنبصش اصلا في التكست بتاع الريزلتس، احنا بنروح في الجرافس نبص اه بص ده هو كان واخد 1767 عيان، نزل راندمايز 342 عيان، في كل واحد كام واحد كمل معاه في الفولو اب، في الاخر حلل كام عيان. اوكي؟ ما بنحتاجش ان احنا نقرا التفاصيل دي. نيجي نبص مثلا هنا عندي بيز لاين كاركترستيك في جروب، اجي ابص الاقي هو بيقول لي عدد الجروب كلها كان 341 متقسمين على 3 جروبس، دي الاستادي اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول في الكرونيك لوبا جبين والثلاثه فيجنز. نتكلم هنا ايه على حاجات، نديني نمبر وبرسنت، نمبر عينين وبرسنت من السامبل كلها، الايدج بتاعهم والمين والستاندرد ديفيشن ان يورز، نديني نسبه الستات، الايدوكيشن مقسمه، الريس مقسمه اند سو اون. اوكي؟ ممكن الاقيها تفاصيل كده بسيطه اسميها ديسكربتيف ستاتستكس، ممكن الاقي تفاصيل اكتر، فاجي الاقي هنا مثلا كاتب لي الفولو اب ويك وكل عيان او كل جروب والديسابيلتي سكور بتاعه كام والبين سكور بتاعه كام. ماينس يعني العيان بيسوء، سوري بيتحسن، بوزيتيف يعني العيان بيسوء الديسابيلتي بتزيد، الجروب ده اتحسن، الجروب ده اتحسن، الجروب ده اتحسن، الرقم ده اعلى شويه من ده بس ما اقدرش احكم هنا. اوكي؟ ابص تحت الاقي عندي حاجه اسمها كونفيدنس انترفال 95% كونفيدنس انترفال، انا عارفه لو ما عدتش زيرو تبقى سيجنفيكانت، يبقى العيان ده اتحسن سيجنفيكانتلي، ده اتحسن سيجنفيكانتلي اند سو اون. لو عدت الزيرو زي ما هنشوف مثلا هنا عدت سوري ما عدتش زيرو، ما هنا عدت الزيرو يبقى مش سيجنفيكانت. فانا شايفه هنا التشينج من بيز لاين، العيان اتحسن قد ايه؟ اتحسن 1.28 بوينت. اوكي؟ وتحسن او الارقام التحسن انا واثقه ان الرقم ده هلاقيه دايما، او لو لقيت اي رقم تحسن في البوبيليشن بتاعتي اللي مشابه للبوبيليشن دي واقع ما بين الارقام دي يبقى غالبا العيان اتحسن. خلاص؟ هنا بيقارن العيان بنفسه. هنا ابتدى يقارن بين جروبس، بره مديني مين وكونفدنس انترفال، مش مديني البي فاليو. البي فاليو اللي انا بديكلير عليها سيجنفكت او لا. فبيقول هنا ده العيان الجروب بتاع المايندفولنس كومبيرد لليوجوال كير اتحسن. الكوجنتيف ثيرابي بالنسبه للمايندفول ما تحسنش بقى بالبوزيتيف. اوكي؟ بس مش سيجنفكت، طالما مش سيجنفكت ات دازنت اكزيست. احنا في الريسيرش بندور على كلمه سيجنفكت، لقينا في فرو اوكي سيجنفكت اوكي دي ار ريال، نوت سيجنفكت نيجاتيف ريزلت وي دو نوت كومنت اون، ما بناخدش منها المعلومه دي. يعني لو انت في ستادي ولقيت ان في نيجاتيف ريزلتس يعني ما قدرش يثبت ان هو مش لاقي، زي اكزامبل بتاعها ايه؟ انا دلوقتي بقول ان انا لو دخلت الاوضه دي 5 مرات هلاقي الالم، انا سبت الم جوه الاوضه وانا عارف الالم موجود، لو دخلت 5 مرات هلاقي الالم، دخلت الاوضه 10 مرات ما لقيتش الالم، معناه الالم مش موجود ولا انا اللي ما عرفتش ادور عليه كويس؟ فاجين احصائيا احنا لما بنيجي نكومنت او المعلومه اللي بناخدها مش الارقام، من الارقام السيجنفيكانت، واي حاجه ان سيجنفيكانت ريزلت دونت اكزيست، محتاجين ندور عليها في ستادي بديزاين جديد بشكل جديد بعدد كبير. اي ستادي او اي تيبل هديك ماتش انفورميشن، هتلاقي ساعات كتير مكتوب لك مثلا دي او مكتوب لك بعض الابريفيشنز، هتلاقي كل ده المفروض موجود في التيبل من تحت، ممكن تلاقي التيبل ليه تيبل سبلمنتري. اوكي؟ التيبل ممكن يبقى سيمبلر عن كده، هتلاقي مثلا هنا كاتب الايدج جروب، النمبر بتاع العيانين، المين والستاندرد ديفيشن بتاع العيانين، والسيجنفكانس مش كاتبها لك بشكل كونفدنس انترفال، هتلاقيها بشكل بي فاليو، واحنا متعارف عليه عندنا في الهيلث كير اللي اقل من 5%. اوكي؟ يعني كل 95 جابوا نتائج، 5 ما جابوش، اوكي؟ يبقى احنا بنأكسبت ده على ان هو significant difference. فاجي اقول اه يبقى انا الريزلت دي تفرق معايا، دي كويري حسب انا محدده ايه، ما تفرقش، تفرق معايا، تفرق معايا، تفرق معايا، ما تفرقش معايا، ما تفرقش معايا، خلاص؟
خلي بالكم التيبلز بتعتمد على الجورنال وعلى الاوثر. فمثلا تيبل زي ده اهو مديك 32 عيان، مديك المين والميديان بتاعه، ديسكريبتيف ستاتستيك، ما بيقولكش ماتش، ما بيقولكش سيجنفكنس. كاتب لك هنا طلاسم فوق، تحت كاتب لك ايه الطلاسم ده، ايه البيشنت سيريال نمبر بي كذا كذا كذا. بعض المعلومات مش موجوده، ده انت هتضطر انت كريدر عشان تفهم ايه النتائج ولا مش نتائج، هتحتاج تاخد الارقام وتحسبها. فتاخد مثلا هنا هو كان بيطول رجل عيانين، تاخد الديستراكشن ريت على الدايز اوكي عشان تعرف الهيلينج اندكس بتاعه، فانت بتحتاج تحسبها. ففي بعض الاحيان المعلومات مش موجوده فرانكلي، زي المعلومه ما كانت هنا مش فرانكلي، انا عرفتها عشان اعرفها من الاحصاء ان لو الصفر بقى السيجنفكت، هنا انا المعلومه قد احتاج احسبها بايدي. يعني في بعض الاحيان انت كريدر هتحتاج تحسب، لو الكلام لو المعلومات موجوده تحسب منها اوكي. فانت بتدور بين السطور، ممكن المعلومه تبقى كلير قوي اقدر اقف هنا على الخط ده واحسب اوكي، ممكن المعلومه ما تبقاش كلير، ممكن احتاج ادخل في بعض انواع السوفت وير تعمل ديجيتايزيشن، تقدر من خلالها تعمل ديجيتايزيشن للنمبرز دي وتبتدي تحسب الارقام او تاخد الارقام وتكتبها عندك لو انت عايز تكتب. الجرافس ممكن تبقى مالتيبل بانلز زي ما شايفين هنا، هو هنا جراف بيوريك الفورس برودكشن مع التايم ومع الانيشال اوفر تايم مع الانيشال لينكس، فبيديك معلومات مرتبطه ببعض بتشرح لك كل حاجه اوكي. بعض الاحيان هتلاقي حاجه زي كده مالتيبل بانلز، هو واخد شايفين الجزء ده بس هو اللي موريهولي في الجراف، في الحته دي الجزء من هنا لهنا هو اللي موريهولي في الجراف اوكي. يبقى الجرافس بتديك معلومات انت محتاج تفهمها علشان تفهم الريزلتس، في بعض الاحيان مش بتبقى كافيه. وعاده الجرافس بيبقى مكتوب فيها اكتر، هنشوف الجراف مكتوب اوكي مكتوب فيها اكتر من التكست اوكي. الجرافس والتيبلز عاده المعلومات اللي فيها تبقى اقوى بكتير، بيقول لك ان صوره ب 1000 كلمه هو بالظبط كده. ممكن تلاقي جراف بالشكل ده، انت عارف الجراف ده بيتعمل النون بارامتريك ستاتستكس، يعني للناس اللي بتدور على ميديان وعلى رينج وعلى حاجه اسمها لور كورتايل والميديال كورتايل اللي هو 25 ل 50 و 50 ل 75 والابر كورتايل اوكي. ممكن تلاقي الراجل عامل او الاسره عامل لك الجراف ده مع مين والستاندرد ديفيشن سترونج اوكي. ممكن تلاقي حاجه زي كده، ده اكشلي واحد كان بيدور على كورليشن ما بين ديفرنت فاكتور، فواحد يعني بيرفكت لينير بوزيتيف كورليشن، نيجاتيف يعني لا، فواخد لك كل حاجه الويت مع كذا الويت مع الفاريبل ده مع ده، هو مش عامله جراف، هو عامل حاجه اسمها كوريلوجرام كاتب لك السترينث اوف كورليشن او اسوسيشن في الشكل ده، ومديك كلر، الكلر الاحمر يعني سترونج اوكي، والازرق يعني سترونج بوزيتيف والماينس يعني سترونج نيجاتيف مثلا خلاص. فكل ما الكلر يغمق يبقى سترونج، احمر يبقى ناحيه النيجاتيف، ازرق يعني ناحيه البوزيتيف اند سو اون. ممكن تلاقي حاجه زي كده من هنا بردك، ده بيطلع كورليشن بوزيتيف كورليشن او نيجاتيف كورليشن، ومديك بردك ديفرنت فاريبلز مديك الكورليشن ده اوكي. وبعض الاحيان ممكن تلاقي جراف موجود بالشكل ده، هو مديك جراف حقيقي وعامل بعد كده حاجه اسمها اكسترابوليشن. اكسترابوليشن يعني ماثيماتيكال كالكوليشنز عشان يبريدكت، اتس نوت ريال. يعني وانت بتاخد الارقام دي تاخدها يعني بالراحه قوي، وتاخدها بالراحه وانت بتفهمها. يعني القياسات دي حقيقيه، القياسات دي مش حقيقيه، دي تنبؤات، فتحتمل الصحه او تحتمل الخطا. ممكن يحصل كده ب 2015، ممكن ما يحصلش كده، هو غالبا نشر البيبر دي في 2014 اوكي. نفس الكلام الجراف ده نزل عن الكوفيد في مصر وابتدى ونسبه او عدد الحالات او نيو كيسز بير داي، فقال لك ان شكل الجراف ده لو انا حطيت عليه نورمال كيرف يبقى معناه ايفينشولي ان الكوفيد هينتهي في 1/6. الجراف ده از اكسترابوليشن، يعني اكسترابوليشن لو واخد الداتا صح ومحسوب صح قد يطلع صح او لا. فلو انا خدت المعلومه من هنا اعرف انها اكسبكتد، هنا اكسبكتد از نوت رياليتي، لكن لما اخد معلومه من هنا اتس رياليتي، دي حقيقه، ده رقم حقيقي، كل دي ارقام حقيقيه خلاص. فدي جرافس بتدينا افكار قويه جدا عن الابحاث بتاعتك او عن الريزلتس. وتذكر الريزلتس هي الانسر بتاع السؤال بتاعك، وانسر بارقام، اقول لك انت كويس تقول لي انا 100%، او انت كويس انا كويس بس تعبان 30%، بديك ارقام، ده الموست اكيوريت انسر للسؤال. قبل ما اديكم اكزامبل تعال نبص على بعض المعلومات اللي احنا ممكن نخلي بالنا منها. ان انت وانت بتقرا الريزلتس تلاقي ان كل العينين ما تحللهمش الريزلتس. احنا عندنا مقوله بالذات في الكلينيكال ترايلز بتقول once randomized always analyzed،
يعني اي عيان دخل في الاستادي لازم يتحل، ما ينفعش ما يتحللش. طيب في عيانين ممكن يبقوا لوست، اه ممكن يبقوا عيانين لوست، بتحصل، بس لوست ازاي ولوست لمين ولوست فين؟ فلازم لو في عدد، لو دخل في الاستادي 1000 وحلل 800 لازم يشرح لك ال 200 دول ما تحللوش ليه وتعامل معاهم ازاي، هل ليهم اي داتا، هل الداتا دي ما كانش يقدر يوصلها خالص. يعني يتكلم عن حاجه اسمها الاتريشن. اوكي انا هبقى كونفيدنت لو الراجل اللي دخل عنده 100 وخرجوا 100. طيب هبقى كونفيدنت لو في ناس ما كملوش الاستادي وعادي جدا فور ايرليفنت ريزون، ما كانش ليه نفس هاجر، مات بسبب اي حادثه ما قدرش يوصل له اند سو اون. هبقى كونفيدنت لو الناس بتقع من الاستادي بتاعتي في الفولو اب من الجروبس كلها مش من جروب واحد. خلاص هبقى كونفيدنت لو العدد اللي وقع ما ياثرش عليا في الريزلتس، واتعارف او كان في حاجه متعارفه انه يبقى 20% او اقل من السامبل. بس بي كيرفول من الرقم ده، 20% وقع منك من جروب واحد ده وبقيه الجروبات ما وقعش منها حاجه is something dangerous. 20% وقعوا من 10 عيانين يعني بقى لك 8 ما بقيت اندر سامبل سايز. اوكي يعني ال 20% دي لو ما اثرتش على السامبل سايز، لكن لو اثرت على السامبل سايز is very serious. وبيتعمل لها احصائيات معينه، حاجه اسمها sensitivity analysis، بيتعمل لها حاجه اسمها integer degree غير بروتوكول analysis انا مش هدخل فيه. هتبقى مش كونفيدنت في الاستادي ده لو قالك جروب واحد بس اللي بيقع منه، وقالك ان العيانين دول وقعوا عشان هم حصل لهم ديتيريوريشن بسبب سايد افكت معين. العيانين اللي عملوا اخذوا تريتمنت دول كلهم جالهم حساسيه، كلهم جالهم فوميتنج، كلهم جالهم جاستروانتيرايتس مثلا. اوكي ولو كان هيوج بروبورشن ياثر على السامبل سايز، ابتدينا ب 1000 وقع مني 500، دازنت ميك اني سنس كاستادي. طب حد ممكن يسال سؤال، طب سي ان العيانين بيموتوا، ويل العيانين لو انا بعمل استادي وعارف ان البيشنت غالبا بيجو انتو ديث ضمن الكيسز، يبقى مش اصلا مش سمارت ان انا احلل لهم داتا يعني اول داتا عاديه، محتاج ان انا اول حاجه افكر فيها المورتاليتي ريت والسرفايفل ريت. اوكي يبقى دي الحاجه اللي هدور عليها، لكن ان انا احاول احلل الناس دول اتحسنوا ما تحسنوش بس كده، او اقول الافكتفنس اوف تريتمنت قد يكون ده مش ميجرمنت صح. اوكي طيب خليني اخد اكزامبلز. قبل ما اخد اكزامبل كان حد بعت سالني سؤال، السؤال كان بيقول ان هل انا أو يعني هو هنا حد غالبا بيتكلم على ايه، ان هو بيكتب بيبر مثلا والبيبر دي بتجيله كومنتس من ريفيور، هل من حق الريفيور يطلب الجو داتا؟ اه يعني من حق الجورنال ومن حق اي كوميونتي ان هو يطلب الرو داتا، المفروض تحتفظ بالرو داتا لو انا الريسيرشر اب تو 15 سنه في كلينيكال ترايلز. اوكي حته بقى يسرقها ما يسرقها ما بيحصلش ده خالص، انت بتتكلم مع ريفيور من انتيتي قويه. اوكي ما فيش حد هيسرق الداتا دي، ما فيش حد هيجبردايز الكارير بتاعته كله عشان ياخد الداتا بتاعتك. طب لو واحد في اسئله كده اللي هي بقى اضمن ازاي الناس ما تاخدوش الفكره بتاعتي، والله جنرال سبيكينج اي حد ممكن ياخد فكره اي حد، يعني ايه؟ يعني كلنا بنقرا بيبرز طلع منها افكار. اوكي فان انا اخد فكره حد از نوت ا بيج ديل، هو مش مهم ان تاخد الفكره، الفكره دي حاجه جينيريك. انا قلت لك انا عايزه اعمل احسن اعمل علاج، احسن علاج للكوفيد. اوكي ترامب من يومين جه قال لنا نشرب ديتول هنبقى كويسين والكوفيد هيروح. اي حد عنده فكره، بس مش كل فكره ابليكابل ومش كل فكره بتتعمل ومش كل الناس بتكمل فكره. ياما ناس ابتدت ريسيرش وقعدت فيه 20 سنه ما خلصتوش. انا اكشلي بريفيو بيبر كلينيكال ترايل معموله قبل 11 سنه. اوكي واتعملت منها افكار كتير. فحته ان حد يسرق فكره وما يسرقش فكره ما تقعدوش تحطوا وقت كتير قوي في الكلام ده، ده كلام مضيعه للوقت يعني احنا نفكر فيه. تعالى ناخد اكزامبل من البيبرز اللي موجوده ونشوف ازاي الريزلتس مكتوب. اوكي البيبرز ازاي مكتوب، احنا هنا بنتكلم على الريزلتس. اوكي اهو هنا الريزلتس، اول حاجه في اي ريزلتس بيعرف لك جاي من السامبل بتاعه جنرال، بديك ديسكريبشن للسامبل زي ما اقول لك انت مين، او تيجي تقول لي انت مين اقول لك انا علياء، انت مين علياء انا استاذ مساعد فين في علاج طبيعي. اوكي يبقى بعرفك بنفسي حاجات ديسكريبتيف. اوكي طب تفاصيل بقى تيجي بعد كده خلاص. يبتدي يتكلم هنا مقسمه حسب الفاريبل على الافيكاسي. اوكي وابتدى في كل مره يكتب لك كونفدنس انتر، يكتب لك مين وميديان. اوكي ويكتب لك كونفدنس انترفال وبي فاليو خلاص وهكذا وسبلمنتنج. انا جيت قدام ده لقيته ظريف قوي، ده هو ده جراف انا اول مره اشوفه يشبه كده. هو الراجل ده بيستخدم نان بارامتريك، فممكن يستخدم بوكس بلوكس، فهو بوكس بلوكس بس من غير البوكس، يعني مديك الميديان ومديك الايه الابر
او ماكسيمم رينج واللور رينج، وبديك صوره او بديك صورتين او تو سامبلز، واحده لبوينت معينه والثانيه للسكوير دي بوينت ثانيه وهكذا. فمديك ومش مديك كده، ده مديك البين تغيراته مع النمبر اوف تابلتس. اوكي، في واحد زي ده اساليت البيت فيه مشكله، مشكله الكونفيوجن. يعني انت هنا لما تيجي تبص ده معناها حوالي ماينس 7، طب ده معناها كمان 30، يعني كل العينين اللي كانوا اتغير عندهم البين بماينس 7 كلهم او ب 7، يعني 7 بوينتس كانوا بياخدوا 30 قرص. is a confusing one. This is one I wouldn't ever get information واثقة منه. هو مديني جروبس، وانا ببص باي قوي يعني برضك عشان الناس اللي اول مره تعرف او تقرا جراف، بص على جراف وبص اول حاجه على الاكس اكس، على الاكس اكسس هو بيكلمني هنا على ديفرنت تريتمنت، هو مدي جروب ايبوبروفين، جروب جينجر، جروب بلاسيبو. بعد كده بص على الفيرتيكال، ده الباز الفيرتيكال انالوج سكيل اللي بيقيس البين المليمتر، يعني الماكسيمم بتاعه 100 والمينيمم بتاعه ماينس 100 المليمتر. خلاص، ماينس من 100 يعني بيتحسن، 100 يعني بيزيد. هنا جريدي نمبر اوف تابلتس من اول 0 لغايه 60 تابلت. اجين لما اجي ابص على ده اتس كونفيوزنج. اولا اتس نوت ا كومن جراف، ذيس از تكنيكالي ا بوكس بلوت بس اتس نوت ا بوكس بلوت. ثانيا الجراف ده بيديني رقم لو بصيت اكتر من ناحيه هتلخبط. اوكي، فا اجين ذيس از ا ليتل بيت كونفيوزنج، من غير ان انا اقرا اللي تحت هبقى متلخبطه تماما، بس اتس نوت ايزي فور ذا اي، فمعرفش اطلع منه معلومه. هنا هضطر ارجع للتكست، هنا بيقول لك التحديد اسمه ليجن، ليجن تشينجز اون 100 ملم فيجوال انالوج سكيل، معرف الابريفيشن اند ذا توتال كونسمشن اوف اي اكتينوم اي مينوفين during 3 weeks treatment with ibuprofen EV ginger extract okay or placebo. خلاص، median values and 95 confidence interval limits are shown. يبقى ده حتى ما طلعش بوكس بلوت، ده طلع الميديان و95 كونفيدنس انترفل، اول مره اشوفها. The ranking between the three periods were tested by Friedman test، ده اسمه النون باراميتريك تيست. For VAS Friedman test دي اقل من زيرو، فاي سكوير كذا بلا بلا بلا. خلاص؟ It's confusing، ما اخدش منه معلومه نافعه، هحتاج ارجع للريزلتس اقراها نفسها. نفس الكلام هنا، طب ابص على الريزلتس كاتبها ازاي؟ قلنا ديسكريبتيف، ابتدى يتكلم كل مره على كل جروب اتحسن ازاي، وبعد كده الفرق ما بين الجروبس، ويديك عليها الفاليوز بتاعته، واهم حاجه البي فاليو والكونفيدنس انترفال. اوكي، دي المعلومات. اوكي، اللي بتهمني انا بقى لما اشوف المعلومات دي ممكن احكم حكومات ثانيه. لو انا عارف احصى هقول مثلا انا الكونفيدنس انترفال 47 و63، يعني السايز بتاع الكونفيدنس انترفال هقول حوالي 20. لو انا لقيتها مثلا 52 هقول لا ده الفاريبيليتي عنده كبيره، يبقى ممكن ده السبب ان هو ما لقاش ريزلتس. خلاص، دي معلومات احصائيه خليت البيت ايه مختلفه، مش هتعامل ايه معاها في المره دي لان هي بره السكوب بتاعنا. تعالى نبص على اكزامبل تاني على ريزلتس. الراجل ده كان منظم وكويس، فممكن نبص على الريزلتس بتاعته هنلاقيها منظمه برضك وكويسه. هو عارف اللي فاهم كويس بيكتب كويس، واللي بيكتب كويس الناس بتفهمه كويس، واللي بيفهمك كويس الدنيا تبقى بيسفول معاك، لان دايما الانسان عدو ما يجهله. فالريفيور لو ما فهمش ولقى حاجه مش واضحه مش هيحب شغلك. الريدر لو انت هتقرا حاجه وما لقيتهاش واضحه مش هتكمل قرايتها. اوكي؟ فهنا برضو مدينا جراف بيقول لنا عدد العينين اللي شافهم، والعدد في الاخر اللي دخلوا في الاناليسيز معاه، وكم واحد دروبت اوت. اوكي، زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه. ابتدى يتكلم على الكلام ده ان تكست، وكاتب لك في وسط التكست التيبل اللي ترجع له. بعد كده ابتدى يتكلم على التحسن في العينين بتوعه ونسبته، ومديك الكونفيدنس انترفال ده سي اي اتصل ليها، ومديك البي فاليو، يعني مديك كل المعلومات اللي تحلم بيها، ومطلع لك اهي الفيتامين بي والبلاسيبو والفرق ما بين الجروبس بالبي فاليو. خلاص، فمديك في الكونفيدنس انترفال في التكست مديك البي فاليو هنا في الحاجات اللي هي مش مهمه قوي. جه الجزء ده الحاجات اللي هي الاوتكم ميجرز اللي هو فيتامين بي بلاسيبو بين جروب، مديك كل مره المين والكونفيدنس انترفال، ومديك البي فاليو. فلو انا بصيت كده اقول ما كانش في اي حاجه ديفرنت ما بين التو جروبس، اند اوف ات، وكله اهو الكونفيدنس انترفال معديه الزيرو، يبقى في ايه نو سيجنيفيكانت ديفرنس. اوكي، لو بصيت على الجراف هنا هلاقي انها مديني الجراف ب اوفر تايم، تريند لاين اوفر تايم،
مديني المين بتاع الديسابيلتي مع التايم لغايه 24 مانس، مديني فيتامين دي اللي هو الاسود اللي هو السوليد، ومديني اللي هو البلانك بلاسيبو، وبديني كمان الارقام بتاعه العينين في كل مرحله. وانا شايفه من هنا هل في اوفرلابنج قريبين من بعض ولا اوكي.